الطفول أقوام السوجة في التغذية وفي كل شيء، وهو بالنسبة للعيالات في توستروجين ديال الفول أقوام السوجة ومزيان العيالات، يعني هذا البصرة ديال الفول كانت نافعة عباد الله. داكشي علاش العيالات في الشمال عاد تفطر بشرة ديالهم نقية، بشرة ديالهم زينة. علاش؟ لأن الفول فيه المولبدان، المولبدان كيخرج الكبريت من الجسم وهو اللي كيصفي البشرة، الدورة الدموية كدور مزيان. باش نزكيو لكم هاد المسائل اللي كنتو كتضحكوا عليها، نزكيو لكم علميا. علاش الحصى في المرارة ولات دابا بزاف العيالات كلهم خصهم يحيدوا المرارة؟ وعلاش العيالات بداتهم مش الرجال؟ لأن العيالات عندهم الشحمة في الجسم ديالهم أكثر من الرجالة. نعاود، العيالات عندهم 23% ديال الشحمة والرجالة عندهم 11% في الجسم ديالهم. بمعنى العيالات كيضرهم اللحم أكثر من الرجالة، يعني بسرعة خطيرة. هذاك الشيء علاش الحصى ديال المرارة كيجي من الليدان، يجي من الشحمة، حاصة المرارة. معنى اللي عدوا الحاصة في المرارة بس اللحم بلا ما تبقاو تسولوا فيا. يعني فهمت الأمور كذا؟ أنا غنبدا نجاوب على الأسئلة. اللي عدوا حجيرات كبار ولا صغار ولا ثلاثة ولا 15 ولا حجرة كبيرة في المرارة بس اللحم ويكتم الفواكه، يزيد كمية الفواكه. والفواكه اللي بغيتوا تاكلوها عصير ماشي مع الحليب. طحنوها مع ماء معدني، تفاح مع الماء، اللي عنده الحصى في المراره يطحن التفاح مع الماء ويشرب، ماشي خطط عشوب، يا تغنديش، ماكله ماكله اكل. راه غير الاكل ممكن مع الاشياء تصور. التقرحات ديال الجهاز الهضمي، تقرحات الجهاز الهضمي كلها اللي كتحبسوا اللحم كيرتاح. الناس اللي كانوا عندهم الغازات، اللي كانوا عندهم لي غاز في مصران وسميت، ولكن شفتهم اللي تخرجوا من ما بقاوش، رديتوا البال. ما بقاوش ديال لي غاز، ما بقاوش لي غاز. لا ما رديتوش البال، لا انتم ما بقيتو تردوا البال والو، كتردوا البال على البيبليسيتي في التلفزيون، عا يقولوا شي منتوج وتبقاو تسولوا عليه. ردوا البال حتى للجسم ديالك، ردوا البال الحاجه اللي بغاتك والحاجه اللي نفعتك وكذا. علاش الغاز دابا ما بقاش عندكم؟ حيت في رمضان 16 ساعه ما كتاكلوش، ملي خرج رمضان ما تبقاوش تاكلوا كل ساعه. الغاز الدواء ديال الغاز في مصر اللي عنده غازات في الامعاء ما كيشدش الوضوء، ما ياكلش كل ساعه وما ياكلش في الليل، هذا هو العلاج. لان ملي كتاكل كل ساعه المعده كتبقى تطلق ديك الحموضه، المصران كيعيا على خير كيستسلم، تيقول لك صافي دار ما بقاتش ما بقيتش كاد، كيولي تخمرات ملي كيف يبقاش هذا الماكله اللي كتجمع تم كتنفخ كتخمر كتنفخ كتعطي غازات. الا كنتي مع الصباح بس حتى الوحده، الا كنتو مع الوحده حبسو حتى السبعه، وما كاينش كولاسيون مع العشره ومع الربعه. اخذت موضه هي الكولاسيون هي العشره والربعه، وحنا كنغوتوا دابا في الاذاعات باش يحيدوا الكربه، غير الاطباء كيقولوا الناس كولاسيون، باقي الناس كيعطيو ولادهم شي حاجه يديوها معاه ما يبلغوا مع العشره. الدري ملي كيدي معاه ساندويتش ياكلو مع العشره كيرجع مع 12 ما فيهش الشهيه، نعم ولا لا؟ لكن انا هرستوها ليه؟ خليو الولد يجوع ويحط رجليه ويحط الخبز ياكلو. خليو الولاد يجوع، الله يرحم ليك الوالدين، خليو الولاد يجوع. وكاينه اللي بغات بنتها تولي عندها 13 وهي عندها عامين، وكاينه اللي بغات ولدها يبدل لها البوطه وراه باقي عندها سنين. سناو الولاد يكبروا بشويه يا عباد الله، سناوهم يكبروا شويه. ما تعنفوهمش، ما تعنفوش الاولاد، صافي لا كان يرضع صافي لا كيرضع، لا كان كياخذ حليب الصيدليه كياخذ حليب الصيدليه، قبل عامين ما عندوش السنان ما خصوش ياكل، خصو ياخذ اشياء سائله، مسموح بالفواكه والماء، هذا التمر هذا التفاح هذه الاشياء، بعض الخضار مطحونه، لان يعني باقي ما كيمنغش، وملي كيبداو يخرجوا السنان السنين هاد الجوج اللي خرجوا كيعلمك، كيقول لك راه غنبدا ناكل وش ليا ما ناكل، ولكن باقي ما كياكلش. كاين اللي مطيبه لولدها بطاطا وعد شهرين، ما ياكلش ولدي شهرين ما ياكلش، ما يخرج غادي يفيقها في الليل، غادي يولي عندو لي غاز، غادي يبدا يحرقو لي غاز في المصران، وغادي يبدا يفيقها في الليل، وإلا زادت كتبت غادي يولي عندو الحناش. ما يقدرش على هذا الدري، ما يقدرش على الماكله، خاصو أشياء بسيطة، مسموح بشوية العسل، شوية زيت الزيتون، مسموح بالتمر، إلا ما قدرش ياكل التمر غادي ديروه ليه في المطيب، تمعسوه مزيان، تكوه في المطيب وتعطيوه الماء يشربو. وتعطيو الماء ديال التمر يشربوا بالملعقه ماشي في الرضاعه، لان الرضاعه ملي كيعرف واش الرضيع ملي كتعطي الرضاعه فيها الحليب كيشدها، ملي كتبدل ليه ما كيشدهاش، لان لا فيسكوزيتي ديال الحليب مع المذاق ماشي بحال بحال، هو تعود على الحليب في الرضاعه، ملي كتعطيه الماء في الرضاعه كيرميها، خاصك تشربوا الماء بالملعقه ما ديروش ليه الماء في الرضاعه. هذه التغذية السليمة، هذه الأمراض اللي قلت لكم ديال أمراض القلب الشرعي وديال السرطانات وديال الأمراض المناعية والمرض الباهجة وديال السورياسيس وديال الليبيوس وديال الحمامة وديال المرض الباهجة وديال باركنسون وديال التصلب اللوائحي، السرطانات، السرطانات بجميع أنواعها ممكن تراجع وممكن توقف وممكن إذا توقفت ما
معمراتي نعاود احسن علاج ديال السرطان هو يتوقف نيتج الا ما توقفش راه ما يتعالج واخا ديروا العمليه وديروا الشيموثيرابي باقي غادي باقي ساري في الجسم خاصو يوقف وملي يوقف ديروا العمليه ولا بدا العمليه ملي كيبقى بلا ما ديروا شي عليه خاص السرطان يوقف باش يوقف خاصكم توقفوا الاسباب اللي ما قدرتو راه لا يمكن الشخص باقي ما تعيش هو باغي يتعالج من السرطان لا يمكن حبسوا جميع المواد اللي دايزه في الصناعه جميع المواد اللي مكوطه جميع المواد اللي معلمه تاكلوا الطيب ديال الدار الخضر الفواكه الاشياء الطبيعيه وتحيدوا السكر واللحوم والمواد الصناعيه والمسائل هذه وتحيدوا حتى الطيب في الالمنيوم وحتى الطيب في التفلون وما تاكلوش في البلاستيك وتغليوا الماء تشربوا ديال الصندوق ولا عندكم دبيروا العين يكون احسن دبيروا العين احسن نعاود يدخل لك واحد الروبين في الدار يتحب يتقدم له البير والعين احسن احسن ما هو ديال العين ديال البير هذا ما معالجين وما والو تشبه الماء ديال الله سبحانه وتعالى ما معالج براسو هذا هما اللي السرطان بعدا يديروا هذا الشيء هذا ياكلوا طبيعيا وما ياكلوش في الليل ويجوع ويتحركوا وهذا السرطان يتحركوا يتحركوا شويه باش يضيقوا على الخليه السرطانيه يكثروا من النبات ويكثروا من النبات اللي تكنخضر النبات اللي تكنخضر بحال الضاره بحال الفجل بحال الخص بحال البسباس بحال المسائل اللي كتكون خضراء بحال البطاطا الحلوه بحال المسائل كلها اللي كتبصل بصل بصل هو كيتكون خضر ان شاء الله ويدير بعدا واحد المده ديال 6 شهور باش نعيش النظام الطبيعي النباتي ويشوف هذاك الورم واش واقف ولا كيتزاد الا كان واقف يبقى تحت المراقبه ما يديرش عمليه خاص حتى يتاكد من الورم واقف لمده سنه او سنتين ان شاء الله ديك الساعه يتوكل على الله ويدير العمليه مش عارف الطبيب يدير العمليه ممكن علاش ملي غادي يدير العمليه غادي يسهل العلاج الطبي غادي يولي ساهل علاش على السرطان توقف الى السرطان ما توقفش الطبيب غادي يحيدو من البزوله ولكن ما عارفش فين غادي ينوض واش غادي في الوالده ولا في العظام ولا في الكبده ولا في المخ ما عارفش فين كاين لان هو سرطان عنده بزاف ديال ما سماوه السرطان عنده سرطان كيداير شحال من رجل عنده عنده 24 رجل هذاك الشيء يعني عنده دي سيت شاد فيهم فخاص الشخص بعدا اولا يبدل نمط العيش ديالو اي مرض اي مرض حتى الروح يبدل نمط العيش ديالو بعدا يرجع طبيعي هاد الاطفال الصغار اللي كيجيوهم الحلقم كتشريو ليهم السيرو كيفوتوهم الحلقم ولا ما كيفوتوهم شوف عليك كي لما كطيح ليه الحراره عاد تيام بعد 15 يوم 20 كيرجعوا لهم الحلقم علاش لان المناعه هبطت الى هاد الاطفال عطيتوهم ملي تكونوا تعطيوهم الدواء ديروا ليهم النظام الطبيعي طبخ زيت الزيتون والدجاج البلدي والبيض البلدي والسمك والحجم تحيدوا لي بالحلويات والمقليات والمشروبات الغازيه والفرماج والعجبان والمقالب والمصائب هذه تحيدوا ياخذ الدواء وهو كياخذ نظام غذائي المناعه غتكون طالعه الدواء غادي يعطي المفعول ديالو غادي يتعالج 100% ما غادي يجيو الحلاقه بعد 3 سنين ولا 4 ولا ما يجيوش فانما عندي تبارك الله ما شاء الله 4 اولاد ما عمرني شفت شي طبيب الاطفال كبير راه جوجو ولد دابا ماشي بحالكم انا جوجتو على 21 انتوما كتجوجو حتى 40 ديالك الحمد لله انه بغا يتزوج بغا يتزوج قلت له بسم الله ما تعاونش ما عليه نقدر نصرف عليه هو المراجل كاين علاش نخلي ولدي انا في الشارع في الزنقه يسالا قاع شي موسيقى بغا يتزوج بسم الله صافي دابا راه ولد ولات عنده بنت مزيان جيد شنو كاين شنو كاين دابا انا نقول لا انا نقول شنو كاين ابدا مخلوع لا تيقرا ويخدم ويكري ويفرش عادي يتزوج ما عمرو ما يتزوج هذا المزيان قلت لي تبيع الخبيره ديال هنا هكا هذوك دوك الحجايات ديال جداتي القديمه كلهم غادي تشوفوهم في هاد القناه كاع عرفت تشوفهم بحديدان وهينا ورمانا وبرطان دوك الحكايه ديال جدات جداتي كلهم غادي يعاودوا يسجلوهم ما تبان لك حنا انتم باغيين نتاخروا حنا باغيين نتقدموا وما رجعوا لحد العصر الحجري حتى هينا هينا تا هي اللي غيوزوها هي ولد عمها ما عرفوش هينا تا هي غادي يصوروها سبحان الله يعني لا اله الا الله تسمى البرنامج الثقافي هذا الثقافي بالله عليك الثقافي بالله عليكم الثقافي هذا حديدان ثقافي لا اله الا الله ما عرفش لا اله الا الله والله باش باش ما عندنا عهد في المغرب هذا البلد الطيب الزين جميل راقي متقدم متفوق
لا الدول العربيه وعند الدول الغربيه البلدان فيها هكذا فيها هكذا ما في دول فيها صار فيها والو لا اله الا الله التاريخ ديالها ممتد 14 قرن وحنا نمشيو ديفيتيليتي نمشيو دوك التسالات نجيبوهم هذا آه طيب انا غير منطقه وزان منطقه وزان نفتخر بها كما غريب العلماء اللي خارجين من هذه المنطقه ماشي من هنا يعني من هنا حتى الحقوق الصغير حتى التازع حتى هذه منطقة العلماء في امتياز وشوفوا مولاي عبد السلام فين فين جا هو الوحيد اللي ما عندوش الضريحة الضر ديالو كاف كاينش هذا مات فوق حصاني مولاي عبد السلام لا هاد الحوايج هذا ما كنتوش يصوروها لينا يوريوها لولادنا ونفتخروا بها ونشوفوا المغرب ذاك المغرب القوي اللي كانوا كيغسلوا الصيف يدوا في الطاس ويدوا في الدار شي بانيو بيها ديك الضباب سمعتوني ولا ما سمعتوني؟ عندك نقولوا داروا في الغابة. داروا لها بيت شعري. قافية داروا لها اللي بغى حداك انا ما نقول ليش واحد نوض الغابة ونقول لها نوض داري. سمعت. جيب طاس ويدو يقصد في قاري فيها. اللي كان المقراج ديال النحاس والمجمر ديال النحاس طاس ويدو وكان هذاك الخديمة ديال النحاس العراسية ما تعرفوش الخديمه ديال النحاس اللي كانوا كيفوروا فيها الربعين الخلق كسكاس واحد يكفي 40 خلق كاع القوة ديال هاد البلاد هادي حنا رجعنا فيها كاع عرضنا الحضيض كاع عرض المسائل هادي وهادي هي القيم قبيلة تكلم انا والرئيس هذا ديال الجمعية ديال الفرع ديال الناس العربي كنا نهضر معاك فيها حنا خاصنا الإيجابي في هاد البلاد خاصنا نبينوا الحوايج الزينين ماشي حنا مصيبتنا الاستقلال ونحنا كنوريو على الخير كنوريو على الحوايج الخايبين باقي ما وريناش الحوايج الزينين فينا مصر راه عندنا بزاف الحوايج زوينين في هذا البلاد وعندنا الدفاع عن المنتوج الوطني وغادي نبقى ندافع عن المنتوج الوطني حتى هو كبر تجي لي كبر اوروبا ما بقاش فيها الدجاج البلدي سمعوا مزيان في 1998 مشيت للبرتغال البرتغال باقي على خط السبب ماشي زعما شي بلاد حتى البرتغال ارتقيت هذا الاسم البرتغال ما بقاش فيها الدجاج البلدي مشيت لواحد المركز تما ديال البحث في هذاك الجامعه ديال الشبونه وهذيك السيده قالت لي انا جبنا اربعه دجاجات من الهند وفي الروج باش نعاودوا نوصيو الدجاج البلدي في البرتغال في الروج البرتغال قلت لها علاش مشيتوا للهند تجيو نقابلكم جوج كابيولا قالت لي لا كنخافوا الدجاج ديالكم يكون كرواسي لان انتم داخل عندكم الدجاج الاخر بزاف نخافوا يكون الناس الدول البلديه والكروازات لا واخا كرواسي باقي بدي على الناس المهم باقي كاين باش الراسو يعوض عليه ما بقاش يعوض مع الكلب صافي ما بقاش حتى ديك سويت قلت لك ديك الساعه في طريقه اللي طلبها الله سبحانه وتعالى فرجع لهذا المشكل ديال هذا العيش السليم هذه الحياه السليمه ممكن الناس يعيشوا بسلام والله اقسم لكم والله ممكن الناس يعيشوا بسلام كثرة الأكل كثرة الأكل الإسراف الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف وتشدد في النهي يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين نهى عن التبذير وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إلى المؤمنين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان له عدوا هذه المسائل هذه هي الأصلية أصلية هي عدم الإسراف وعدم التبذير فغريزة سيدنا آدم نهى الله عن الشجرة أكل منها الغريزة إحنا تحنا هذا ما إذا مملوعة ما يمكنش ما تاكلش ياك غتدخل في القطار اللي فيها مشي تقول ما غناكلش ما يمكنش لقيتها يا عمرو غادي تاكل وغتغرقها هاد دابا حمدان شحال عندكم من تفصيل دابا في المائدة ديالهم 15 20 ما عرفتش هاد العيالات اللي وصلوا لهاد 25 تفصيل كان الله بعونهم كيجمعوا كل شيء في هذيك البانيو كيوصلوا كل شيء في مرة أنا يقع عندي ثلاثة غير سليم ذات الحريرة واحد طبسي فيه الهندية ماشي بغرية واحد طبسي الآخر فيه الكرموس كحل ولا كرموس بيض تين طري هذا البرة ديالها تيحطو في الدرهم والخبز العادي الخبز العادي اللي كان معروف في الفطور ما كاين لا رزيزة لا بغرية لا بكبور لا سمن لا غير لا والو صافي فقط والناس مخلوعين وردان وغادي يضرب لي الجوع ما فيقدرش يتصحر وناري وعتاب شنو كاين
اللي ما كتصحروش كتصوموا احسن، دابا كنهضروا في البلد اللي كتصحروش كتصوموا احسن، اللي كتقلوا الماكله في الليل كتصوموا احسن. الله سبحانه وتعالى دار لكم حل اخير بعد الاسراف، نهانا على الاسراف اللي صرفنا، نهانا على التبذير ما درنا، الحل الاخير 30 يوم ديال الشوع. دكال ولا غتمشي للكلينيك، تخيل 30 يوم ديال الجوع والعطش ماشي ديال الماكله، الله يرحم لكم الوالدين. 30 يوم ديال الجوع والعطش باش تخلي الجسم ديالك يطلق داك الشيء اللي زاد. الا ما هذا الجسم هذا الا ما اجهدتيش، فيجب ان يجهد بالجوع والعطش الشديدين باش يطلق الكيست ويطلق الحصى في المراره ويطلق الحصى في الكليه ويطلق الكوليسترول ويطلق الشحوم والمعادن الثقيله والتوكسينات والزوائد والبؤر الصديديه، كل شيء يطلق الجسم، كل شيء يطلق. كاين بحال الرجال غادي شي وحدين ربما يكون واحد ولا جوج، علي العام فات اتصلوا بيا الناس، هذا العام ما اتصلوش بيا. العام فات كنت تكلمت على هذه القضيه هذه، لان الناس اللي غادي يصوموا بالنظام النباتي هذوك الحجر ديال الكلوه غادي يهبط وربما يتبعوا واحد شويه ديال الدم، لا باس ما يتخلعوش الناس. لكن اللي كيشوف الدم في البول ديالو شنو الله قدركم كيتخلع، كيقول لك ناري في الدم، مهما تخلع الدم ديال البول ما يخلعش، الا كان احمر ما يخلعش، ما خصوش يكون كحل شويه ولا اخضر. هذوك الناس اللي عم فيت شي ما عادش 10 الناس اللي كيتصلوا بيا في 10 ايام الاولى درنا تيقول لك راه بصح ملي تخرج لنا شي شويه ديال الدم كنقول لك مشي عند الطبيب وتاخذ الانتيبيوتيك باش هذيك الشرحه ديال الحجره ما ديرش لك تخمج. كاين الناس بزاف اللي حول الحجر في رمضان، حول الحجر ديال الكليه، ولكن يصوموا بالنبات ما كاينش اللحوم، ويصوموا بالفطور والسحور ما كاينش العشاء، ما كاينش العشاء في رمضان يا عباد الله ما كاينش العشاء. شحال باقي عندكم؟ يلاه 12 يوم اللي بقات لكم، وها 12 يوم اللي بقات راه مزيانه، هي تقريبا ما يعادل 40 يوم الاولى. 12 يوم اللي بقات مزيانه، علاش؟ حيت الجسم دابا صافي يعني صام 18، زيدوا كملوا عليه، زيدوا عطيوه وركوا عليه، زيدوا جوعوا عطشوا، الله يرحم لكم الوالدين، زيد برك مزيان. راه ما يمكنش التعالج الا ما الى الجسم هذا ما خرجتيش من هذه المحنه ديال الجوع والعطش. الله سبحانه وتعالى فرض علينا 30 يوم باش يهلكنا يا يعني. لا يمكن، لا يمكن الله يهلكنا بالعباده. هذا العام، هذا العام فايت قلتها بشويه بأدب، هذا العام خرجت ليها غير شي صون. العام فايت قلتها غير شي شويه بإذاعة مع السادس، قلتها بلطف. في مرة الناس خصهم يصوموا، والله حبب الصيام واخا مريض وعطاك الله الرخصة قال لك صوم. وعلى الذين يطيقونه وفدية طعام المساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، المريض خصو يتطوع. وان تصوموا خير لكم للمرضى، ماشي صح صح ما يخيروش له، صح خصو يصوم. وان تصوموا خير لكم المرضى، واخا عندك الرخصه تطوع لله، واخا عندك الرخصه صوم، وغادي تشوف المرض ديالك غيولي. ما عرفتش الناس اللي عندهم شهاده النسبي قالوا لي غادي كاع ما يصوموش، ما عرفتش غير قالوا لي ما يصوموش. امراض الطب الشرعي ما يصوموش، ما عرفتش غير قالوا لي ما يصوموش. مرض بهجت ما يصومش، وفي ليبيد ما يصومش، ما عرفش اللي قالوا لي ما يصومش. اللي عندهم فقر الدم قالوا لي ما تصوموش، ما عرفش اللي قالوا لي ما تصوموش. علاش فقر الدم ما يصوموش؟ علاش؟ ما عرفش هشاشة العظام ما يصوموش، علاش؟ ألم مفاصل ما يصوموش، علاش؟ ما عرفش المرأة الحامل ما تصومش، علاش؟ ما عرفش اللي كتر الدم ما تصومش، علاش؟ واش هذا الدين غادي يولي لعبة؟ علي جا لابس خرقة بيضاء الدين، تطبق علينا العلوم على الدين، على الطرد، فرضه الله سبحانه وتعالى. المرأة الحاملة إذا صامت كتعطي الدم نقي الجنين، كتعطي الدم لعنه صايبه، كتعطي دم نقي الجنين، وكيزيد الجنين عنده مناعه مرتفعه ما يمرضش. المراه المرضع الى صامت كتردع الطفل لبن نظيف نقي، لان رمضان كيغسل الجسم. ملي كتكون المراه صايمه الدم ديالها خفيف واللبن ديالها خفيف، اللبن ديالها نظيف ما فيهش المنوكتات ديال التغذيه، لان داك الشيء اللي كتاكل المراه كيرمعو الطفل ولا كيمشي للجنين عبر المشيمة بلا سندة. نعاود، الأشياء اللي كتاكلها المرأة الحاملة كتمشي للجنين، والأشياء اللي كتاكلها المرأة اللي كترضع كتمشي للود الحليب. بمعنى الود ده كان عند هذه الحساسية ديال الأطفال اللي كيرضعوا مواتهم اللي داروها لهم، لأن باقا كتاكل الكاشير، وباقا كتاكل اللحوم هذه السريعة، وباقا كتاكل الزيت الرومية في المقليات، وباقا كتاكل مشتقات الحليب الفرماج، وباقا كتاكل أشياء كتسبب الحساسية للطفل. المرأة اللي كتردع تاكل الطياب ديال الدار فقط، ما تاكلش برا، تاكل الطياب ديال الدار، طيب في دارها وتاكل. المرأة الحاملة تاكل الطياب ديال الدار، إلا بغات تولد مزيان وتردع، إلا بغات تولد وتردع تاكل الطياب ديال الدار. إلا باقا كتاكل الحلويات والمقليات وما باقا كتاكل برا ما تردعش، ما
تمحن في الولاده بعد ما ترجعش فقط، ما تاخذش الحليب من الحديد من السبيطار من المستشفى، ما تاخذش الحديد ولا مرتين الحديد داروه العيالات اللي ساكنين في الكاريون تاع ايطاج في باريس وفي طوكيو وفي واشنطن وفي فرانكفورت، العيالات اللي ما كيشوفوش الطبيعه هادو عيال اندستريال، هادو كياخذوا الحديد من السبيطار. المراه المغربيه باقا كتهبش باقا كطيب باقا كتهجن باقا كتحشر الخضره باقا كطيب دارها، علاش غتاخذ الحديد من المستشفى؟ هذوك الاسقاطات ديال اوروبا علاش غاديين على المراه الباديه؟ عيالات البوادي ولاو كيعلموهم يمشيو للسبيطار ياخذوا الحديد، ما محتاجينش الحديد اللي كانوا ياكلوا في ديورهم، هذا علم علم ماشي ديكتي املاء ملاو علينا في برا نقولوا هذا علم علم كان كنقولوا علم. فهذه التغذية السليمة هي عدم كثرة الأكل، عدم اختلاط الأكل. يا عباد الله حيدوا الديسير من وراء الغداء من وراء الماكلة، يا عباد الله ما تاكلوش الفواكه مع الماكلة. عندكم فواكه وغادي تفرحوا بالضيفان ملي دخلوا حطوها. داك التفاح البنان وداك الشيء اللي كتخلطوا ليهم ملي دخل الضيف حطوه. وملي تغداو ما كاينش الفواكه لأن المعدة كتاخذ الفواكه واللحم قتل. ما كيتهضمش كتنفخ. ما تاكلوش الفواكه مع اللحوم، ما كتاكلوش الفواكه مع القطانين. فواكه كيتكالوا بوحدهم، فواكه ما كيتجابش حتى مع حاجه، كيتكالوا بوحديهم على معده فارغه، والفواكه مسموح بهم في الليل هما والماء، حتى في رمضان. في رمضان مسموح بالفواكه والماء، غير مسموح بالاكل الاخر، اللي كياكل الطاجين مع 12 الليل ما صايمش. شرعا صيامه جائز طبعا، انا كنتكلم على الصيام الكوني، الجسم ديالو ما غيستافدش من الصيام. اللي كياكل الطاجين ديال اللحم مع 12 الليل، راه غير قلب الاكل ديال النهار لليل، وقلب النوم ديال الليل للنهار. ما دار والو، صافي غير قلب غير بدل. وهذاك التبدال غادي يزيد الوزن ديالو، غادي يزيد الامراض اللي غادي تكون فيه، غادي يزيد التقلقه، غادي يمنعو عيني حمرين، غادي تنفخ لي وجهه، غادي تنفخ لي عينيه. انا دابا في الخدمه، في الخدمه كنشوف الناس كنعرف اللي مسحر بهذا الطاجين. غير من هذا البوكي كتبان لي عينه من الفوق خاصني كنقول لي تاوك الطاجين بارد. الناس اللي خفاف وطراف كيصبحوا حيين تبارك الله، اللي تخفاف الناس اللي ما كيسحروش. دابا غير تاكل شي حاجه كلها في الفطور. كل في الفطور، كل طاجين في الفطور، ما كاينش مشكل، في الليل ما كاينش حاجه. في الليل مسموح بالماء والفواكه. ثم هذه المسائل اللي غادي نهضر عليها نصائح خاطئه. ما تطيبوش زيت الزيتون، كتسمعوا هذه؟ لا، ما تقليوش في زيت الزيتون، تصحوش عليه المفاهيم. طياب زيت الزيتون نعم عليه المنطقة ديال الزبدة، دا هي المنطقة العريقة في الطب زيت الزيتون. كانوا كيديروا كل شيء يسدوا الطاجين، كيزيدوا الماء لا والو، ما كانوش كيشحروا اللحم. ملي دخل الاستعمار ولينا كنشحروا اللحم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللحم ما محتاج لا الزيت البلدية ولا الرومينة. اللحم كانوا كيطيبوه بلا زيت. كيديروا اللحم على الخضر والتوابل كيسدوا الطاجين. ما محتاجش كاع لا زيت رومي ولا بديل. ولكن طبق زيت الزيتون احسن، علاش انا غتزيد من كوبين زيت الزيتون؟ والناس اللي كيطبخوا بزيت الزيتون طبعا ما عندهمش امراض ديال الجهاز الهضمي، وعندهم الامتصاص مرتفع، ما عندهمش هشاشه العظام والانيميا. والطبخ البطيء اللي كياخذ وقت ساعتين في التسويع هو الطبخ الجيد، والطبخ اللي كياخذ تصميم ولا ثلاثة دقائق هو الطبخ اللي ما كيتهضرش. الناس اللي كياكلوا المقلى واللي كياكلوا الفوكوت عندهم ديما كاستريت، عندهم ديما مشكل في المعده. صافي مزيان ياك درجة شوية فهمتوها مزيان. مشيتو دابا حيدوا المقلا والكوب الظاهر، خليو الطاجين والطبزرا ولا شي، حيدوا المقلا والكوب، راه غاديين يهلكوكم الله يرحم ليكم الوالدين، حيدوا المقلا والكوب. انا والله ما عندي، انا حلفت لكم والله ما عندي وما عنديش ثلاجة، الله يرحم ليكم الوالدين، الناس يعرفوا يعيشوا، الله يرحم ليكم الوالدين. تخلعتوا ما عنديش ثلاجة، شنو دايرين فيها؟ شنو دايرين فيها؟ شنو دايرين فيها؟ دايرين فيها داك الشيء اللي شرب عليكم؟ اشنو فيها؟ الله يكون عيشكم. الماء خاص يشرب سخون. اشنو دايرين فيها؟ المناظرة ما خصهاش تكون كاع. الخضرة عندك راه الدرب، الخضرة كتسارع تكون في الدروبة، هو الكروسة دايزة صباح وعشية. الخضرة كتبقى ثلاث أيام ربع أيام، لا ثلاجة، اشنو كاين؟ اشنو كاين؟ السمك كاين كل نهار، اللحم الزايدة، الفواكه كاينين كل نهار. علاش ما بارد ما خصوش يشرب؟ خصو يشرب الماء سخون، الماء بارد ما يشربش، الماء بارد كي وحل كي وحل. إلا شربتي الماء بارد كي وحل كنشرب نص كاس، إلا شربتي الماء دافي كنشرب نص ليتر ولا ليتر. ودابا في رمضان اللي بغا يكثر الماء ما يشربش الماء من الثلاجة، لأن الماء من الثلاجة كي وحل ما يقدرش يشرب أكثر من كاس. اللي بغا يشرب الماء مزيان وخصكم تشربوا الماء بزاف،
يعني هذا العرق هذا التعرق يضيع الماء ثلاث اضعاف اكثر من البول. تصرف الله قدرك. العرق ممكن يمشي لكم جوج في لترات في العرق ديال الماء. يعني كاين القليل اللي عارف هذه القضيه، الناس اللي كيتعرقوا خصهم يشربوا الماء كثير. الطبخ نوع الطبخ يكون بحال هكا، يكون بالمرق، يكون في النحاس وفي الطين، ويكون حتى في لينوكس ماشي مسموح، الاواني ديال لينوكس ما يكونش بحال هكا. وما يكونش طبخ سريع ديال المقله وديال الكوخ. وشي اخر كله يعني جيد. المنطقه عندكم هنا منطقه خضراء فيها فواكه اللي كثره، عندكم خضر، عندكم كل شيء، حتى الماء ديالكم جيد. الزيتون ديالكم زيادة، انا كان مع المرات كناخذ الزيتون ديال وزان. والفقيه اللي حفظني القران جاب لي من وزان. اللي حفظني القران من هنا من وزان، بعيد 5 كيلومتر على حدنا هنا في الباديه، سي احمد هو اللي كتب لي اللوحه، هو اللي حفظني القران. واحد خينا قال لي راه القران ديال جبال واعر، انا ما كنت كاع عارف هذاك السيد اللي حفظني بعد جبل، قلت له راه السيد من وزان، قال لي هذاك من واعر القران. الامراض الاخرى بحال عدم النمو عند الاطفال، عدم الشهيه، اللي عنده الوزن ناقص، هاد الناس يعرفوا راه عندهم تسمم. وهذا التسمم راه ماشي من برا، التسمم غير من الدار. لان اللي كياكل الحلويات والمقليات عنده تسمم، اللي كيطيب العالمين عنده تسمم، اللي كياكل في البلاستيك عنده تسمم. خاص هاد الاطفال يبداو ياكلوا طبيعيا، البنيات على الخصوص كيكون الوزن ديالهم ناقص وكيكونوا ضعيفات. هذا خصهم ياكلوا اكل منزلي وتحيدوا لهم المناضه والحلويات والمقليات ان شاء الله ما يكونش مشكل. الاطفال تكثروا لهم التمر الا ما فيهمش الحساسيه بنزو الدرقاع. الناس ديال الحساسيه ممنوع عليهم بنزو الدرقاع والكوكو. الاطفال اللي ما فيهمش الحساسيه ياكلوا الدرقاع والبنزو ياكلوا التمر والشريحه والتين. فواكه جافه مزيانه للاطفال فيها مكونات قويه للقلب. والقطاني مزيانه للاطفال مزيانه حتى للنساء، النساء كلهم كيتشكوا من القطاني كيديروا لهم الكاز كامل. راه ماشي القطاني اللي كيديروا الكاز، راه المصران مسالين. المصران عيان، المصران عيان، علاش؟ كنعطيو المشروبات الغازيه والحلويات والمقليات والطبخ السريع وتخلطوا اللحم مع الفواكه وكتاكلوا في الليل وكتاكلوا في كل ساعه، ياك، هذا هما اللي خلاو المصران يعيان ان شاء الله. فالنظام المعروف هو نظام نباتي، الاكل ديالكم كله يكون خارج من الارض. ياك، النبات كله جيد، النبات كله تاكلوا. خضر، فواكه، خشاش الارض. القطاني النشويات كلشي الفواكه الطريه والجافه كلشي حتى الحبوب دخلوها الحلبه وحطوا شاد الساموس الظريف حتى انت هو داخل في التغذيه التوابل داخل في التغذيه قصبر حبوب قصبر حبوب داخل مع التوابل عندك ما تنساوها قصبر حبوب قصبر حبوب والكركم والقرفه هادو مزيانين الانسان ديال دابا الانسان ديال دابا ما تلاش يقدر على البزار لان المصارى المهلوكين ما تقدروش على البزار من الاحسن تحيدوه كاين اللي كيبغي الحرور ولا شي حاجه الفلفل احسن من البزار يعني حتى هي من البهارات تسكين كبير حتى هو من البهارات ولكن ما كيضرش الفران انما البزار كيهلك الفران فيه الصافرون والصافرون ماده سرطانيه قهوة فيها الكافيستول والبزار فيه الصافرون هاد جوج مواد سرطانيه فهاد النظام هو النظام السليم هو النظام ديال عيش الانسان كتقدروا اللحوم خارجه من النظام الغذائي نعاود اللحوم خارجه من النظام الغذائي كتكون الاعراس اللي جاو عند والديك مره في الاسبوع تكون لحوم جيده ديال الحيوانات كتسرح تكون لحوم جيده الحليب قبيل عاد جاي واحد السيده في التليفون قالت لي الطبيب كيقول لي خصك تشربي الحليب بزاف يوميا 29 قلت لها علاش قالت لي حيت كنت مهرسه وما شربتش قلت لها ما عمرك جبري قالت لي راه عندي عام وانت كتخرج ليا الدم رقيح من هذيك البلاصه قلت لها زيدي شربي الحليب ما عمرك جبري وتما بقيتي هذا ماشي عيب شرب الحليب الكالسيوم ما كاينش في الحليب الكالسيوم كاين في الزريع في الكتان وفي الزنجبيل وفي الكركاع وفي الشعير وفي الحوت وفي السلم وفي الخضر وفي الفواكه الجافه بحال نزول الكركاع هذا هو الكالسيوم الكالسيوم كاين حتى في الماء لكن كتشوفوا المقراج كيتولي ملي كتغليو فيه الماء الكالسيوم كاين في كل ما خلق الله ماشي في الحليب هي دابا غادي تاخذ الكالسيوم من الحليب عاوني عليه الحليب معاه اشياء اخرى صافي بقى تما ما تجبرش ما غاداش تبان هاد السيده خصنا نطبخوا لها بزيت الزيتون خصنا نعطيوها اللوز ونلقاو عندها السمك والشعير ان شاء الله ما يكون عندها مشكل الا كان شي غسل طبيعي ديال الخديمه ونكون ساكن نعاود العسل اللي يكون ديال الخديمه ويكون الحل ساكن ما كيتحولش يكون الحل ساكن الحل اللي كيحولوه كيتساراو به ماشي عسل حر العسل فطروا به ناكلو راه حلو مزيان ولكن ما يقولوش الناس عسل حر يعالج على الذاكره ديال خمرو ولا ديال هذه ولا ديال هذه الحل اللي كيتسارى ماشي عسل حر الحل اللي ساكن بار
هذه هي القياسات دابا اللي ولات. وحنا هذه شي 10 سنين حنا كنتكلموا عليها، كاين الالمانيين كاين الكنديين كيقولوا كنحبوا هذا المشكل هذا كامل بحال النحل اللي ساكن التركيب الكيماوي ديال العسل كيتبدل، ما كيبقاش فيه المكونات ديال النحل ان شاء الله. كنظن هذه المسائل اللي قلت راها علاج ماشي علاج، انما غادي تسرح جميع الناس الامراض كلها غتراجع وغادي تلاحظوا انتوما اللي غادي تحبسوا اللحم حتى تاكلوا النبات غادي تلاحظوا. ونحن لا نحرم احد الله اللحم ناكلو، ولكن ماشي ناكلو يوميا، ناكلو الا عجبك اللحم شي نهار شهيتي شري اللحم وكلو، ولكن خصك تحرك الا كنتي بحال يعني